أعزائي نكمل وياكم اليوم ناخذ البارالين سيريال اوت. بارالين يعني كل فليب فلوب راح ياخذ انبوت الوحده، فبما انه ياخذ انبوت الوحده هاي راح تصير عندنا مشكله، يعني ماكو شيء اسمه مشكله بس يعني شوي راح تصير دائره مالتنا كبيره بعد بيها اند اور. ف اجي اوزع الفليب فلوبات مالتي دي فليب فلوب، هذا الأول، هذا الثاني، شو بنعطيه مجال، هذا الثالث، زين برافو إن، يعني كل واحد ياخذ ياخذ إشارة بوحدة. زين الكلوك مالتهم بعد شو نحتاج؟ نحتاج سويتش للود والشيفت، سويتش نخليه و سويتشات للباقيات، هنا سويتش، هنا الثاني، الثالث، ثلاث سويتشات. زين هسه الوايرنج، الوايرنج الكلوك ياخذ مباشرة، بس خلصنا من الكلوك وزعناه. زين نجي هنا شعدنا بعد، الاول مباشرة ياخذ من السويتش، خلي شوي من بعده حتى هنا نرسم الدائرة مالتنا بسهولة. زين هذا الاول مباشرة ياخذ من السويتش، الثاني بما انه توازي حتى يربط مع هذا، يربط مع هذا السويتش مال الشيفت واللود، هنا شيفت ولود يعني تحميل افراغ، تحميل تحمل البيانات للفليب فلوبات، هو اللود والشيفت راح يسوي لك ازاحة بالشسمه مالتك بالبيانات دخلت. فهذا بروبرتيز شو نسميه شيفت اند لود، هذا شيفت اند لود، شيفت اند لود. شو ياخذ هذا؟ ياخذ نوت. زين هسه وايرنج موجود، يعني تكتبون بالانترنت PISO راح يطلع لك ال Parallel Serial Out Shift Register، يعني ما في شي صعب، بس هنا للتوضيح حاول نبسطه قدر الإمكان. ف اثنين AND حتى تنجمع الإشارة، و وحدة OR من اثنين، هاي ال OR. زين هسه شلون راح يصير التوزيع؟ نجيب الوايرنج مالتنا، هذا واحد منهم راح ياخذ مباشرة من السويتش، مباشرة ياخذ من السويتش هذا اللي هو وين يكون مربوط، يكون مربوط على الاوت مال الفلوب الاول. فهذا اول اند، اذا اكو هنا اوت واكو هنا واحد راح يعطي اشارة للاور، هذا اول واحد. الثاني الاند الثاني اذا اكو اشارة من النوت واكو اشارة من السويتش مال الثاني راح يعطي اشارة للاور مالتي. الاور شنو عملها؟ الاور تصير انبوت للبعد، هذا اول، هذا ثاني، هذا ثالث. زين فنكمل والباقيات خلينا نستنسخن، شو يقولون محسن كبر. زين كترول كوبي ترول
خلينا ننسخ هنا. هذا المفروض ياخذ بيانات. الثالث نسوي الوايرنج مالته، هذا قلنا من الثالث ياخذ بيانات يعني من الانبوت هذي، والجزء الثاني مالته ياخذ من النوت، من النوت ياخذ. هذا من النوت. بعد هناش عندنا واحد ياخذ من هذا السويتش، هذا من السويتش، وواحد ياخذ من الاوتبوت، وهذا يصير هنا يصير انبوت هذا. زين، هذا الاخير بقى راح يصير سيريال اوت، يعني عندنا بس واحد، عندنا اوتبوت بس واحد هنا، هذا هو السيريال اوت مالتي، هذا السيريال اوت مالتي. زين، خلينا نشغل ونشوف ايش راح يصير. هسه الاوت مالتي صفر، جاي يعطيني صفر. زين، هسه الصفر يعني لود. زين، فخل احمل له وحدات شيفت، زين هنا شفتوا شلون جت تطلع الإشارة صفر واحد صفر، هنا شفت اللي على اللود. هسه طلعت. زين، أريد أحمل بيانات بي، خلي على اللود راح أحمل مثلا واحد صفر واحد، واحد صفر واحد حملت هالبيانات عليه. هسه راح اسوي لهن شيفت، هسه طلع لي اياهم واحد صفر واحد طلع. زين، ارجع لللود مالتي خليه بس واحد صفر واحد صفر، اعطيه شيفت صفر واحد صفر. فهذا بارال ان سيريال اوت، هذا هو عمله. ان شاء الله يكون واضح، هو سهل يعني، ما يراد له فقط مجرد شوي انتباه، ويكون عمله جدا واضح وسهل ان شاء الله.